بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنشوف حاجة جديدة في ريفت 2016 أو في ريفت 2015 R2، اللي عبارة عن إيه؟ ساعات باجي أحرك حائط فلاقي حائط تاني بيتحرك معاه، وشايف إيه السبب؟ بلاقي هنا عندي حاجة اسمها ريفيل كونسترين، دي عبارة عن بيظهر لي الدايمنشن أو الروابط بين العناصر اللي هي مش ظاهرة، تمام؟ فباجي هنا بلاقي إن في عندي فعلا الحائط ده والحائط دوت فيه بينهم دايمنشن او كونسترين، بحيث ان لو واحد فيهم اتحرك تاني اتحرك، بحيث ان المسافة بينهم تبقى متساوية ايكوال، تمام. ممكن الغي الايكوال او الغي نفس الكونسترين ده نفسه، بحيث يبقى كل واحد فيهم يتحرك حر ملوش دعوة بالتاني، تمام. وبعد كده ادوس هنا بتختفي.